للحديث عن اليوم العالمي لضحايا العدوان على الأطفال وواقع الأطفال في العراق، معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بك دكتورة فاطمة. بداية، لماذا كل هذا التشاؤم من مستقبل الأطفال في العراق في ظل احتفال العالم ودفاعه عن ضحايا العدوان من الأطفال؟ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. حييكم وحيي مشاهديكم الكرام. يعني هذا التشاؤم هو نابع من حقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال العراق. يعني أطفال العراق يعني نتيجة للعمليات العسكرية، نتيجة للعدوان المستمر على العراق، نتيجة لسيطرة الميليشيات على العراق، نتيجة لغياب حكومة وطنية تساهم في تطوير العراق وبالتالي الحفاظ على حقوق الأطفال، وأوصلت أوضاع الأطفال إلى هذا الحد من الانحطاط من ناحية التعليم، من ناحية الصحية، من ناحية الأمان، من ناحية الوصول إلى حتى يعني الحصول حتى على الغذاء الأساسي، عدم الاستقرار، وذلك بسبب وجود أعداد كبيرة من الأطفال في من النازحين، يعني عدم توقيتية لهؤلاء الأطفال مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم وحصولهم على المستلزمات الأساسية للحياة من مأكل ومن صحة ومن تعليم، إضافة إلى تسرب الأطفال حتى وإن كانوا غير نازحين، ظاهرة التسرب الموجودة الآن حاليا في العراق، إضافة إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، العنف ضد الأطفال، الكثير الحقيقة من المعاناة التي يمر بها الأطفال العراقيين. طبعا بالتأكيد ستؤدي إلى هذه النظرة التشاؤمية. دكتورة فاطمة، كيف أثرت الحروب والنزاعات على أطفال العراق، لا سيما مع فقدان أبسط وسائل العيش اليومية؟ يعني أصبحت يعني تأثير الحروب يعني واضح لكل من يعيش في العراق. يعني ارتفع عدد الأيتام في العراق، هؤلاء أصبحوا لا معيل لهم، أو لديهم أمهات تعيلهم ولكن لا يحصلون على ما يكفيهم من مستلزمات من يعني من توفير مستلزمات الحياة الأساسية. وبالتالي أدى ذلك إلى أن كثير من الأطفال بدأوا إلى العمالة في سن صغيرة، وهذا طبعا يؤثر سلبيا على تعليم الأطفال من جهة، وعلى الصحة البدنية والنفسية لهؤلاء الأطفال، وعدم وجود ضمان لعدم تعرضهم لاي انواع لاي نوع من انواع العنف، سواء في ظروف العمل السيئه او في استغلال واغتصابهم من بعض الميليشيات التي تحاول تجنيدهم من اجل استخدامهم في الصراعات والنزاعات الداخليه. وطبعا ولاحظنا كيف ان وصل العراق الى مرحله جعله من في قائمه العار، قائمة السوداء، نتيجة لتجنيد الأطفال في العراق، إضافة إلى أن الكثير من الأطفال ليست لديهم أوراق ثبوتية، وهذا أدى أيضا بالتالي إلى حرمانهم، خاصة الذين مخيمات النزوح في داخل العراق وخارج العراق من اللاجئين الذين أصبح أطفالهم محرومين. دكتورة فاطمة، من الحصول على حتى التعليم. نعم، لكن لماذا غاب أو لماذا يغيب تغيب البرامج الحكومية التي من المفترض أن تكون مخصصة لحماية الأطفال، تغيب هذه البرامج وعلى جميع المستويات، وخصوصا لا يستفيد منها الأطفال النازحون والمهجرون، لماذا غياب مثل هذه البرامج؟ تفضلي. لعدم وجود حكومة وطنية، الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 هي فقط حكومات من اجل المصالح الشخصيه وخدمه مصالح الاجنبي في العراق. يعني لو كانت هناك يعني مسعى من اجل الارتقاء والتطور في العراق، لان من اهم البنات الاساسيه هو مستقبل العراق، مستقبل العراق يعني هو مستقبل اطفاله، فاذا كان مستقبل الاطفال في هذا الوضع من التشاؤم، فيمكن ان يكون العراق، وبالتالي هذا الذي يستهدف
هذه الحكومات خطط الدول الأقليمية التي هي أساسا مبنية على أساس وضع العراق وسيطرة الميليشيات أيضا التي لا تعير اهتمام إلا لمصالحها الشخصية وحكمها للعراق وتسديد أهدافها الخارجية نتيجة ولاءاتها الخارجية، كل ذلك طبعا يؤدي إلى غياب هدف وخطة واضحة لحماية الأطفال وهم في الحقيقة جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع العراقي الذين جميعهم وبكافة يعني صنوفهم يعني يتعرضون إلى مثل هذه من عدم وجود يعني برامج وخطط تؤدي إلى نعم دكتورة فاطمة المجتمع العراقي بأكمله ومظلنا الأطفال. نعم دكتورة فاطمة، ماذا عن المرأة في سؤالي الأخير لحضرتك، ماذا عن المرأة في العراق؟ كيف أثر الاستهداف المتكرر لها على واقع العائلة والأطفال في عموم العراق؟ تفضلي. أكيد هي هذه واحدة من المشاكل الأساسية التي أدت إلى تدهور وضع في العراق، ونحن لا نقصد هنا أن نلوم المرأة العراقية لأنها هي أصلاً هي ضحية، وبالتالي فإن أطفالها أصبحوا ضحايا. الكثير من النزيلات في السجون يكون أطفالهن معهن وهن يعانين من يعني من أبشع صور الأوضاع المأساوية التي يعيشنها في السجون، وبالتالي أيضا فإن أطفالهن معهن يعني يعيشن نفس الواقع. النساء أيضا في مخيمات النزوح، النساء الذين فقدوا ذويهم الذين تم تغييبهم أو تم قتلهم أثناء العمليات العسكرية، وبالتالي هذا أيضا أثر سلبا. أصبحت المرأة شكراً. يعني أصبحت هي الرجل في البيت، وبالتالي أصبح رعاية الأطفال يفتقدون لها نتيجة اهتمام المرأة بتوفير لقمة العيش، وهذا طبعا يؤثر سلبا على الأطفال، إضافة إلى اندفاع الأطفال أيضا في اتجاه مساعدة أهاليهم، وبالتالي أيضا هذا أثر وصلت الفكرة العنف الذي يؤثر على النساء والأطفال أيضا. من لندن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.